الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي النهارده في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه قوي. الوصفه ديت لعلاج الام الاسنان، وكمان بتزيل الجيل، وكمان بتخلي رائحه الفم جميله جدا. طبعا احنا داخلين على شهر الصيام، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. شهر رمضان الكريم ان شاء الله باذن الله. الغسول اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده ده هنستعمله كل يوم بعد السحور وبعد الفطار او قبل الفطار، هتخلي رائحه فمك جميله جدا، مفيش اي رائحه كريهه ان شاء الله. كمان هنعمل مع بعض النهارده مسكن الالام. طبعا عارفه في ناس كتير قوي بالذات الناس كبار السن بيبقوا صعب ان هم يخلعوا الضروس او يحشوا الضروس. النهارده جايبه لك وصفه حلوه قوي بتسكن الالام، هتستعمليها وتشفيها بنفسك. شايفين احنا هنعمل ايه النهارده؟ وصفه جميله جدا جدا بتسكن الالام وبتخلي اسنانك ما فيهاش بير خالص ان شاء الله. يلا بينا تابعوني لاخر الفيديو، النهارده تحفه جدا، هنستفاد في كل وصفاتنا ان شاء الله. وكمان هنعمل مع بعض مضمضه حلوه جدا جدا هتعجبكم باذن الله. قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا احب اشكركم جدا جدا على تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله في الوصفات اللي انا عملتها للاسنان من حوالي اسبوعين، والفيديو اللي انا عملته برده من شهر الحمد لله وصل لاكثر من 3 مليون مشاهده. بشكركم جدا جدا وفرحانه كتير قوي ان الوصفه دي جابت نتيجه معاكم. اوعدكم ان الوصفه دي ان شاء الله برده تحفه جدا جدا هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف وصفتنا ونعملها مع بعض. اول حاجه ان شاء الله هحتاج معايا في الوصفه ديت، هنحتاج القطن. القطن الطبي اللي احنا بنجيبه من الصيدليه، انا هاخد قطعه صغيره كده من القطن تمام، وهبدا اكورها اعملها كور سقنططه كده اهو. شايفين كوره قد دي كده، هعمل يعني يجي ايه 5 أو 6 كور اهي، بتدوريها كده وبتضغطي عليها عشان تبقى معاكي كورة بالشكل ده تمام. وعايزاها تبقى صغيرة كده، ما تكبريهاش تمام. هقولك دلوقتي هنعمل ايه اهو. ادي مثلا هنعمل تقريبا هنعمل ايه 5، وانتي طبعا حاولي تزودي اكتر من كده عشان هقولك هتعملي ايه بيها. ماشي اهو، كبيرة شوية هنكبر صغيرها اهو، تبروميها كده اهو، شايفه بتبقى كوره كده تمام. بس كده انا معايا كده الكور بتاعه القطن اهي بعد ما عملتها، وطبعا لازم يكون قطن طبي، قطن نظيف تمام. تاني حاجه بقى معايا هنا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند طبعا انا بفضل ان انا بشتري زيت جوز الهند ده. انا زي ما قلت لكم قبل كده بجيبه من عند خضر العطار من القاهره. طبعا لو عندك اي نوع تاني من زيت جوز الهند مش شرط يعني اللي هي العلبه دي. طبعا احنا عارفين ان هو بيبقى مجمد، فانا عشان كده بفكه معايا في بميه، يعني ميه ممكن تجيبي ميه دافيه وتحطي 4 أو 5 معالق دي تعملي لهم حمام مائي. طبعا انا مش هعملهم قدامكم، انتوا طبعا عارفين طريقه حمام المائي، ان انت بتاخدي 4 معالق من زيت جوز الهند عشان بيبقى مجمد زي ما انتم شايفين اهو، وبتحطيهم في طبق وتحطي الطبق ده جوه ميه تكون دافيه، وهيبقى معاكي سايل بالشكل ده اهو. شايفين انا هضيف فوق القطن كده 4 معالق من زيت جوز الهند بعد ما سيحه تمام اهو. ادي كده معايا 2، هنضيف كمان 2 اهو، بحيث ان انا اخلي القطن يشرب الزيت جوز الهند كويس، زيت جوز الهند كويس قوي اهو. ادي كمان معلقه كده 4 معالق تمام. بعد كده بقى انا معايا هنا طبعا كلنا عارفين المسمار او القرنفل. المسمار وده بيكون طبعا شكله هوريهولكم اهو، ده شكل المسمار او القرنفل، بنجيبه من عند العطار اهو، وفي بعض الدول بيسموه المسمار تمام. بس انا هحتاجه يكون مطحون، انا مش عايزاه يكون يعني حب زي ما هو كده لا. شايفين انا طحناه في المطحنه بتاعتي بيخليها بودره ناعمه اهو. هبدا اخد بقى 1/2 معلقه من القرنفل ده وهبدا
ارشها على الكور دي كده اهو، على الكور دي كلها كده، واغمسها فيها بالشكل ده اهو. تمام، ما بقتش باينه بقى خالص اهي. بصوا كده انا غمست الكور اهي في القرنفل وزيت جوز الهند. هنعمل ايه بقى؟ الوصفه دي فايدتها انها بتسكن الام الاسنان، الناس اللي بيبقى عندها الاسنان عندها فيها فحر او الضروس فيها فحر فيها تسوس، بتسكن الالام بطريقه رهيبه جدا. جربي وتشوفي بنفسك. هتاخدي كوره كده من اللي انتي عملتيها دي، وهتبداي تحطيها عند المكان اللي فيه فحر في الضرس. تمام، بتسكن الالام. طبعا احنا عارفين ان المسمار او القرنفل مسكن جيد جدا جدا لالام الاسنان. هنحطها على الام الاسنان ونسيبها لمدة 10 دقائق. مدة 10 دقائق، هتغيريها في اليوم مرتين او ثلاثة. طبعا هتحتفظي بالكمية دي معاكي في علبة وتقفلي عليها. ممكن تعملي طبعا كتير، يعني انت ممكن تعملي كذا كذا دورية من دي وتحطيها في الزيت ده وتعبيها في علبة. كل ما تحسي بألم هتاخدي واحدة كورة من دي وتحطيها على الضرس 10 دقايق، وممكن تغيريها في اليوم مرتين او ثلاثة. دي بالنسبة للوصفة دي، تحفة جدا، جربيها وهتشوفي. لألام الضروس وألام الأسنان، الناس اللي عندها فحر في الضروس والأسنان والتسوس، بالذات الأطفال الصغيرين، لأن صعب إن احنا نغير أسنان الأطفال إلا في سن معين، عشان اللثة بتاعتهم لما بياكلوا عليها بيبوظوها. تمام، أبقى دلوقتي أعمل معاكم المضمضة اللي احنا اتفقنا عليها. المضمضة دي بقى رهيبة جدا جدا. المضمضه دي بقى بتخلي رائحه الفم جميله، وكمان الجير التسوس اللي بيبقى الجير الموجود في الاسنان بيروح ان شاء الله. بالنسبه بقى للمضمضه او الغسول اللي انا هتمضمض بيه او اعمل غرغره واتفها، طبعا مش هبلعها، انا هحتاج كوبايه معايا بالشكل ده. تمام، ومعايا هنا بقى، انا معايا هنا معلقه واحده من الملح. طبعا ملح الطعام، كلنا عارفين ملح الطعام وفايدة ملح الطعام، مفيد جدا جدا للثة كمان. لو انت عندك التهابات في اللثة الحمد لله بيعالجها، وهتشوفي بنفسك. مفيش ناس تقول لي ده بياكل لثة، لا احنا بندوبه في المية وهتشوفي هيعمل ايه. تمام، بس انا لسه هضيف حاجات. هضيف كمان معايا هنا ربع معلقة من القرنفل. تمام اهو، يبقى معلقة ملح وربع معلقة من القرنفل، ومن النعناع الأخضر هضيف 4 أو 5 ورقات كده من النعناع. فايدة النعناع بقى ان هو بيخلي الفم ريحته حلوة جدا جدا. هضيف 4 أو 5 عيدان اهو من النعناع. تمام، ومعايا هنا المية انا مسخناها طبعا، وهبدأ اضيفها اهو. هنسيب المية بقى لحد ما تبرد وهبدأ اتمضمض بيها. تمام، الوصفة دي بقى روعة جدا جدا وهتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. بتزيل رائحة الكريهة، كمان بتساعدك على تساقط الجير بإذن الله. بإذن الله الوصفتين دول هتشوفوهم بجد يا بنات، ومفيدين جدا جدا بنات وشباب طبعا، واي حد بيشوف الفيديو بتاعنا ده ياريت تشجعونا باللايك، عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وان شاء الله ننزل لكم كل يوم فيديوهات جديدة وصفات جديدة بإذن الله. الوصفتين دول تحفة جدا، ولأول مرة هتشوفي الوصفة دي وهتشوفيها بنفسك وهتجربيها، هتعجبك بإذن الله. دي كانت وصفاتنا، يا رب تستفادوا بيها ان شاء الله وتجيب نتيجة حلوة معاكم. وكمان هنعمل الوصفة ديت وقت ما يبقى فيه ألم، بس طبعا في الفترة اللي يكون فيها في فطار. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم والوصفة تكون نتيجتها حلوة معاكم ان شاء الله بإذن الله، تجيب نتيجة كويسة معاكم. اعملوا الوصفة دي، نتيجتها تحفة جدا جدا يا بنات ان شاء الله بإذن الله، بتسكن الآم، وكمان المضمضة بتاعتنا دي بتضيع رائحة كريهة، وكمان بتخلي الفم جميل جدا ان شاء الله باذن الله تكون نتيجتها حلوه معاكم. اعملوا الوصفه واستفادوا بيها، وما تنسوش حبايبي اذا عجبتكم الوصفه حطوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان يستفادوا بكل الوصفات بتاعتنا ان شاء الله. واستنوني فيديوهات تانية كتير جديده والجايه احلى ان شاء الله مع جيجي كل حاجه. باي باي.